بهدف إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها إيطاليا عقب استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينزي إثر خسارته استفتاء يوم الأحد الماضي حول الإصلاح الدستوري، بدأ الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هذا الخميس مشاوراته باستقبال رئيس مجلس الشيوخ بيترو غراسو ورئيسة مجلس النواب لورا بولديريني والرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو. هذه المشاورات ستستمر هذا الجمعة مع الأحزاب الصغيرة والحركات الإقليمية الممثلة في البرلمان قبل يوم السبت الحاسم في مقر الرئاسة خلال استقبال الأحزاب الرئيسية في البرلمان. وسيكون حزب رينزي الحزب الديمقراطية آخر حزب يتم استقباله بدون مشاركة رينزي الذي لا يزال زعيما للحزب. وكان رينزي قد أشار إلى إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية مدعومة من كافة القوى السياسية، فيما يؤيد عدد من الأحزاب إجراء انتخابات مبكرة.